كنعاني مع الوليدات بزاف، انا كنعاني معاهم، كندوز ليهم، كنديهم عند الطب نفسانيين غاليين، ما كاين 6000 7000 10000، ما نخليش على ولادي. انا شنو المشكل عندك؟ عندك 3 الاولاد؟ عندي 3 الاولاد مرض، كلهم مرض، وانا كنديهم قلت لك عند الطب والو. نعس هذا الولد في 36، شي 9 شهور في 9 شهور والو. المهم انا ما كنخليهاش على ولادي، ماشي انا طالقه ولادي في الزنقه ولا، انا بغيتهم يتعالجوا، انا بغيت ولادي يتعالجوا، هذا هو اللي كنطلب. كنطلب ولادي للعيادات صافي. ولادي كانوا قارين بخير على خير، من اللي وصلوا داك وصلنا واش دراهم مرضوا، مرضوا كيفاش مرضوا انا ما عرفتش كيفاش مرضوا. المهم المرض الكبير، المرض هذا الوسطاني هو الاول اللي لا، مرض اي امين هو الاول، مرض امين تبعو ايوب تبعو منير، مرض امين هو الاول، هو اللي مرض. ولكن منير مسكين بحال منير، ما كيدير حتى شي حاجه، منير عصبو خوتو ولا هو بحالهم. ثلاثه الوليدات مرض كنعاني معاهم دابا. المهم انا راه كنديهم السبيطار كنعالجهم، وكنديهم 36، كيقولوا لي ما كايناش بلاصه، كيديوني البوليس الله يخلف عليهم، ماشي ما كيديونيش، كيديوني كنمشي عند القايد كيصوب لي البرا، وكنجيبها للكوميسير كيصار هز لي ولادي الولدي هذا، هزهم لي بجوج منير وايوب، هزهم لي بجوج ل 36، قال لي بقاي معاهم تينعسوا. ملي انا مشاو البوليس ما خلاهمش ينعسوا، دقوا لي من البراوات وشربهم الفانيد ولحهم لي للزنقه. انا هربت وخليتهم تما، والله العظيم انا هربت وخليتهم في المدينه، وجاو مساكن على رجليهم. ملي دخلوا هنا لقوني انا هربت من الدار، هربت من الدار ما خليتش لهم انا. يلا هذيك الايامات رجعت، ملي بقاو عليا الناس كيخاصموا عليا رجعت للدار، بقيت نكافح معاهم. المهم هذا مسكين نعسته في السبيطار، شحال من خطره جات ليه البوليس ممكن نديه للسبيطار، كيدو ليا خطره نعسوا ليا، والخطره الثانيه نعسوا ليا، نعس 9 شهور في 9 شهور، ولكن ما كاين والو، ما كاين حتى شي حاجه. كنشري الدواء غالي والو ما كاينش. البوليس حتى هنايا للدار باش ما كياديوش الناس. هذا ديتو جوج خطرات مسكين صيفطو للحبس، ولكن الدري مريض كيقولوا لي مريض، الناس كيعيطوا لي من عكاشه كيقولوا لي راه خصو الطبيب، ماشي عكاشه هذا الدري هذا، كيقولوا لي راه مريض خصو العلاج ماشي خصو الحبس. كندير ليه التنازل وكنجيبوه، ولكن نفس المشكل والو ما بغاش. كنشربوا الدواء غالي، متبع لي عند طب نفسانيين وكيخرجوا لي الدواء غالي، غير باطه وحده كنشري ب 10000 ريال، باطه وحده كنشري ب 10000 ريال عند طب نفسانيين اللي على برا. وما اللي في 36 كيعطوك داك الروزينا وكيعطوك داك الشيء، الشيء الاخر كتشري من الفرماسيان. الروزينا انا عطيتها لبنتي، قلت لك عطيتها لبنتي، غلطت فيها وعطيتها لبنتي، نعست 4 ايام. هذا الولد كيشرب وحده في الصباح وحده في 12 وحده في الليل، وما كينعش للكامل، هو يهدرز هو يغوت هو يهدرز هو يغوت هو يغوت هو يغوت. صافي يا خويا اش نقول لك، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. هاد السيده راه كما قلت لك، كما قالت لك هي راه كتعاني مع ولادها لواحد الدرجه بزاف مسكينه الصراحه. راه خلات قالت لك ما حيلتي نهرب، ما حيلتي نقابلهم، كنقابلهم كاين الناس كيبداو يقولوا لها هربي، مات بزاف عليك، ملي كتمشي مسكينه كيلوموها ما حالتها هكا ولا هكا. دابا سدات عليهم راه مشكله، طلقاتهم كتقول لك انا كما طرا الامين تقتل هذوك جوج طرواح، هاد جوج دراري مازال منير راه مهدم. ايوب مسكين تضطر تجيب ليه البوليس ويمشي كتقول لك لا ما نصيفطو انا امو، ولا يولي يدير شي كارثه اللي نولي نادم عليها طول حياتي، بحال في امين دابا اللي انا كنلوم راسي علاش مشيت سافرت وخليت ولدي. ودابا راه مسكينه كديهم 36 كيطالبوا لها 2000 درهم، وهي مسكينه دابا كانت خدامه، ودابا راك عارف مع هاد كورونا وهاد الوباء الله يحد علينا هادشي، مسكينه مريحه وما لقاتش اللي يوقف معاها. دابا راه مؤخرا ملي كانت كتعطي الفلوس راه كانوا كيشدوهم ليها وكيدقوا لهم براوات وكيعطيوهم الدواء وكيصيفطوهم، ودابا مسكينه ملي الله يحسن العوان راه ولاو كيصيفطوها وكيقولوا لها سيري ما عندنا ما نديروا لك جوج شكايات لوكيل جلاله الملك. 5000 درهم على الاخرين ام السعديه، هاد الجوج الاخرين اللي حنا هذاك النهار انا اقسم بالله اللي جينا هنا مع 6 الصباح انا وياها كنعيطوا 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 كنعيطوا، والامن كيقولنا عيطوا للوقايه المدنيه، والوقايه المدنيه كيقولنا عيطوا للامن،
وحق الله، الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير. لما يشوف شي واحد يشوف هذه المراه ابغى بعين الرحمه ويدير هذوك الوليدات وليداته، ماشي ساهله باش يكونوا عندك ثلاثه الاولاد مرض، وواحد مسكين مشاف على شبابه الحبس بجوج طرواح اللي خدا المؤبد بزاف بزاف. واش مساكن هاد الجوج حتى هما يمشيو ومريض؟ ماشي الخاطر، ماشي الخاطر، ان الانسان ما كانش عنده معاهم شي عداوه ولا ان داك الدري مسكين مني تشد. قالوا لي علاش قتلتي دوك الناس؟ قال لهم هادوك ما بغيت نصيفطهم للجنه، بقاو فيا وكينعسوا في الزنقه وبغيت نصيفطهم للجنه باش يعرفوا ان داك الدري ماشي بعقله. واش اللي بغى يصيفط شي واحد للجنه غيقتلو؟ والله يرحم لكم الوالدين. شوفوا في هاد المراه وشوفوا في هذوك الوليدات معنويا 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 غنبقاو نقولوها وغنعاودو نقولوها. شو بغينا؟ شي واحد اللي يوقف معاها تيتعالجوا ويعرفوا المرض ديال الدراري اشنا هو. الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين.